هذه الخيمة المخصصة للصحفيين، يعني كان بتواجد فيها وبنام فيها دائما عدد من الصحفيين، من ضمنهم عدد من مراسلين الوكالات العربية والفضائيات. هذه تعرضت للاستهداف المباشر من خلال القصف على هذه الخيمة في مربع موجود فيه عدد من الصحفيين وعدد من النازحين في أمام قسم الاستقبال والطوارئ في مستشفى شهداء الأقصى. يعني ربنا لطف والغالبية كانوا الحمد لله بخير، لكن في إصابات كثيرة في هذا الاستهداف الإسرائيلي لهذه الخيمة، وهذا هو أثر الدمار في هذا المكان، سواء لخيمة الصحفيين أو سواء لكان للمربع خارج خيمة الصحفيين.